كافيه عند دكتور شهاب. النهارده هنتكلم على اخر محاضره، ودي احنا اتكلمنا على غطينا نوعين من الليرنينج، غطينا سوبرفايزد وان سوبرفايزد. وقلنا السوبرفايزد ان احنا عندي ايه؟ عندي داتا ليبل، عندي داتا سيت وعارف ايه دي عربيات وغير عربيات. عربيات مثلا عندي صور بتاع عربيات والليبل بتاع دي عربيات. عندي موتوسيكلات ودي الليبل بتاع الموتوسيكلات. عندي بني ادمين وده الليبل بتاع الايه؟ بني ادمين. بيسموها ايه؟ سوبرفايزد داتا. الداتا بتاع الحاجات الهيلث ميديكال، عندي مريض وغير ايه؟ مريض. عندي الداتا سيت بتاعت الخطوط مثلا هنا بتاعت اميره بتتكلم هنا ده خط نسخ ولا خط ايه؟ رقعه. يبقى كل دي ليبل ايه؟ ليبل داتا. واتعرفنا برضك على النوع الثاني من الماشين ليرنينج او باتر ريكوجنيشن اللي هي الايه؟ الان ايه؟ ان سوبرفايز، زي معظمها اللي هي حاجات بتاعت الكلاسترنج، ان انا اشوف الاتريبيوتس اللي شكل بعضها، زي ما قلنا احنا في الاوضه بتاعتنا عايزين نعمل كلاسترنج للناس اللي قاعده، هتلاقيه عامل كلاسترنج للبنات اللي هم لابسين حجاب والكاركترستكس قريبه من بعض، وعمل كلاستر ليا انا وانس مثلا اللي هم الايه؟ اللي مش لابسين حجاب وشعرهم باين وهكذا. فده نوع الايه؟ النوع الايه الثاني. ده نوع الكلاسترنج مش عارف ايه الكلاسز اللي هي كلاسيفاي عليها. الداتا سيت بتجيله عنده داتا سيت برضك لازم يبتدي بيها، ونفس القصه فين؟ في التاني. النوع الثالث ده اللي هو reinforcement learning، لا احنا بنتعلم من غير ما يكون عندنا داتا سيت. هناخد خبراتنا من الايه؟ من التجربه. يعني هبتدي فروم سكراتش، انا هعلم البرين او العقل بقى، احنا هنا بنسميه هنا البرين. هو بيعتبر ان هو بيعلم الايجنت بتاعه بناء على الايه؟ على التجارب اللي هياخدها دلوقتي اللي احنا هندخلها له. ما دام هندخل له تجارب يبقى احنا لازم نقول له ايه؟ ندخله في حاجه اسمها ايه؟ هنتعرف طبعا النهارده على reinforcement learning، كيو ليرنينج الجوريزم، واحده من الالجوريزمات المهمه، وبعد كده قلبوه ازاي لديب ايه؟ كيو ليرنينج، اللي حطوه نيورال نتورك عشان ايه؟ يشغلوه. وبعد كده هنشوف اكزامبل طبعا واحنا ايه؟ شغالين. reinforcement learning الايجنت هنا هيستخدم unsupervised training to learn about unknown ايه environments، يخش الانفايرمنت يعرف ازاي ايه يتعامل معاه من غير ما يكون عنده داتا ايه ست. الفرق بين unsupervised بتاع الكلاسترنج العادي والreinforcement learning الثاني عنده داتا ست بنكلاستر عليها ومش عارف الكلاس ايه ونقول مين قريب من مين وخلاص. انما هنا انا لا، انا بعرفه الحاجه اللي ايه اللي انا عايزها، وبيستخدم بقوه قوي. طبعا ليه ابلكيشن كتير بس اكتر استخدام هنشوفه وهنتعرف عليه اللي هو في نخليه يلعب جيم اوتوماتيك جيم ايه؟ بلاينج. ويمكن غلب الراجل بطل العالم بتاع الشطرنج باستخدام الايه؟ الديب مايند او استخدام الحاجات اللي هي reinforcement ايه؟ ليرنينج. هنا ايه الفكره بتاعتها بتاع reinforcement learning؟ ان انا عندي ايجنت وعندي ايه؟ انفايرمنت. مين فيكم عنده اولاد؟ عندك اولاد يا شيماء؟ ابتديتي تعلميها اللي عنده مثلا سنه او سنتين، بيبتدي يتعلم الصح والغلط ازاي؟ ماشي في الشقه لو اتلسع من البوتاجاز هيعمل ايه؟ يخاف منه صح؟ لا ما بيسكتش تاني خلاص، لا بيبقى عارف ان ده بيبقى عارف. باي اكزامبل بالظبط كده. يعني عندنا امبارح، انا عندي حمزه امبارح فتحنا المروحه، يعني المروحه ابتدى شافها وكان فاكرها من السنه اللي ايه؟ السنه اللي فاتت. فبنقول له المروحه دي فاكر اللي حصل ايه؟ تحب تصفط صبعك فيها تاني؟ لا لا ده انا جابت دم. فهو رابط ان المروحه بايه؟ يبقى حاجه مش ايه؟ مش كويسه. وعارف ان في المطبخ في ضرفه لما فتحها لقى فيها حلويات. فيبقى دي الحته اللي ممكن يخش يلاقي فيها حاجات حلوه، ودي الحته الخطره الكهرباء عارف ان برضك فيها حاجه خطره، اللي يبقى سبناه ده عن طريق الايه؟ التجربه. يبقى لما سيبنا الطفل الصغير عشان يتعلم، هو الانفايرمنت بالنسبه له جديد. تخيل كده لما حد فيك ياخد طفل عنده سنه ويروح في مكان جديد، راح زياره عند حد، بيعمل ايه؟ بالنسبه له هتلاقيه ايه؟ مش مخضوض، لا العيال الشاي يبتدي عايز يستكشف ايه ده؟ ايه الحاجات دي؟ يبتدي ايه؟ يشوف في اوضه جديده، في دراج، في ما اعرفش ايه، يبتدي يفتح في دراج. هتلاقي الطفل اول ما يروح يقعد يفتح في دراج، تفتح في دراج ليه؟ دي حاجات ناس، لا هو بيستكشف الانفايرمنت، هو بايه؟ بيكسبلور الايه؟ الانفايرمنت. والاكسبلوريشن بتاعه بيبقى راندوملي.
مش هبهزر يعني، لو هو في البيت خلي بالك بقى، دي من الحتت المهمه برضه في reinforcement learning. الطفل وهو في البيت عارف ان 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 شيماء عندكم اوضه بتاعه اخواته، الاوضه دي فيها لعب، فمش بيقعد يلف في طول الشقه، ده هو بيخش الاكسبلوريشن بتاعه دايركتد، يعني بيكسبلور في اتجاهات معينه. انما لو رحته عند ناس جداد هيعمل ايه؟ راندوملي بقى، راندوملي يبتدي بقى ايه ينتشر كده. حتى بقول لك العيال ايه انتشرت في الشقه، في عيال كده تلاقي ناس جالك زياره عيال لسه جداد وتلاقيهم انتشروا في الشقه كلها. طب يا ابني يعني ركزوا في حته واحده، تلاقيه يجري، اللي دخل الحمام، اللي دخل المطبخ، اللي دخل ما اعرفش ايه. ده الاكسبلوريشن احنا بنسميه راندوملي، عشان انا لسه بتعرف على الايه؟ على الانفايرمنت. خلاص، فاللي يحصل ايه؟ الريينفورسمنت ليرنينج قال لك بالظبط كده، انا عندي انفايرمنت اللي هو الاخضر ده، وعندي الطفل السيد الطفل اللي هو دي الشقه، وده السيد مين؟ الطفل اللي هو عايز يتعلم، البرين اللي احنا عايزين ايه نعلمه. هو لما يبتدي يتعلم هيبقى كل ما بيعمل اكشن تطلع له حاجات في الايه؟ في الانفايرمنت، يعني دخل اللي قلنا زي ما قلنا هنا لمس البوتاجاز فاتلسع، فالايه الاستيتيك الجديده ان هو بيعيط، يعني الاستيتيك الجديده تعيط وبعد عنه، ما دي استيتيك جديده، والريورد بتاعه انه ملسوع يبقى بالنيجاتيف، يبقى خد حاجه ايه ضايقته عيط. الناحيه الثانيه لو هو بيتعامل مع الانفايرمنت ولقى حلويات في المكان ده، يبقى هيروح الاستيت تانية هابي وفضل قاعد مثلا في المكان ده وواخد ايه؟ ريورد، معاه شوكولاته. فدي التعامل بتاع الطفل، بيبقى انا عندي ايجنت خليه يتعلم يتعامل ازاي مع الايه؟ مع الانفايرمنت. يبقى انا اي مشكله عشان اتعلم عليها لازم يكون عندي شويه بوليسي للانفايرمنت ازاي يمشي في الانفايرمنت. هل العيل لما يجي يمشي في الشقه هيمشي على الحيطان والسقف ولا بيمشي على الارض؟ بيمشي على الارض. لما يمشي على الارض انتوا عندكم في كوريدور، الكوريدور هو منه للاوض، وفي من اوضه لاوضه او من اوضه للبلكونه، يبقى لازم ما ينفعش يخش مثلا البلكونه من الكوريدور، لازم يخشها من خلال الايه؟ الاوضه. يبقى انا بوصف بس شكل الانفايرمنت عامل ازاي، بقول شكل الانفايرمنت عشان هو لما يجي يخبط في الحيطه يبقى عارف ان دي حيطه ومش هيعدي، هنا في باب، هنا ما اعرفش في ايه كذا. خلاص، وعنده جول معين، يبقى احنا مسرحينه في الشقه ليه؟ يكون معايا يتبسط يلعب يطلع في الاخر ان من غير ما تكسر حاجه، ان انت تطلع مزهقين الناس اللي طلعت لهم. في جول معين انت عندك عشان الايجنت ده بعد ما بيخلص المهمه في الشقه دي يبقى هو طالع بجول ايه؟ بجول. ده اكزامبل لواحده من الاكزامبل اللي احنا عايزين نعلمها له. الايجنت ده زي ما احنا شايفين كده رميناه في اي اوضه، والاوض دي مثلا اوضه عايزين يطلع بره الايه؟ المصدر، يعني احنا متاهه عايزينه يطلع بره الايه؟ المتاهه. طب يطلع بره ازاي؟ خلي بالك ممكن مره يبقى فين؟ عند 2، مره يبقى عند 7، مره بادئ عند 8، مره بادئ عند 5، مره بادئ عند 6، وعايزه يتعلم ان هو يطلع باقصر بطريق ايه ممكن، يبقى عايزه يخرج اتعلمه بحيث ان هو في الاخر الاقيه طلع بالشكل الايه؟ بالشكل ده. تعمل الكلام ده ازاي؟ هنشوف ده واحد من الالجوريزمات اللي بيستخدموها او اوائل الالجوريزمات، ولغايه دلوقتي يمكن بتستخدم، اللي هو اسمه كيو ليرنينج ايه؟ الجوريزم. بيعتمد ان هو بيعمل ماتريكس اوف كيو فاليو، ان انت بتبقى ريوردد الماتريكس اللي بتقول لك الريورد الاحسن في انهي اتجاه. يعني هو انا شايف وانت بتتحرك من هنا لهنا افضل ان انت تنزل على 5، ليه؟ لان هنا الفيوتشر ريورد اللي هيخليني رايح لاربعه احسن من الفيوتشر ريورد اللي هيخليني رايح مين؟ لخمسه. هو ده اللي كده بالظبط الايه؟ الكيو ماتريكس دي بتقول كده. أول حاجة قال لك توصف لي الإيه؟ الإنفايرمنت. فالإنفايرمنت بتاعنا أنا عندي مجموعة من الإيه؟ من الستيت، الأوض دي إيه؟ ستيت، وعندي مجموعة من الأكشن، إن أنا بتحرك من 2 لكام؟ لأربعة، من 4 لكام؟ لـ3، من 3 لإيه؟ لـ1، ومن 1 لكام؟ لـ0. 0 هو الجول بتاعنا يا ولاد، إنه يخرج بره الإيه؟ يخرج بره المتاهة بتاعتي. ولازم كده يبقى يستهدف الإنفايرمنت كلها الأول؟ لا، إحنا اللي هنحط له الإنفايرمنت الأول. أنا بحط له البوليسي بتاعتنا. خلاص، بس عشان هو ياخد الاكشن هو عارف انه عنده هيوريستك ان الحاجه دي افضل. لا، هقول لك بقى هنعملها ازاي، لسه هيشوفوا الكلام ده ازاي. الاول وصفنا ده، طب تيجي نوصف ده ازاي؟ قلنا من 5 هتروح لمين؟ من 2، او من 2 لكام؟ ل5. يبقى من 5 ل2، ل2 ل5، والريورد بتاعتنا من هنا وهنا 0، وهنا ايه؟ 0. انا ببتدي كيو ماتريكس بتاعتنا كلها بايه؟ بزيروز. من 2 ليها واصله ل4؟ اه صح كده، من 4 لايه؟ ل2.
خلي بالكوا في عندي حاجتين، في التوصيف، فلما اجي اوصف هقول هنا من هنا لده زيرو، هنا لزيرو، من 2 ل 3 ماينس 1، ماينس 1 يعني مفيش ايه؟ مفيش لينك. فانا بعمل الريورد، دي اسمها الريورد ماتريكس المبدئيه، الريورد ماتريكس اللي بحدد له انا عايز اروح فين. فبقعد اعمل الكونكشن اللي احنا شايفينها دي، واجي في الاخر عند الجول، لا الجول وانت رايح من 1 لكام؟ لزيرو، اديته 100 بوينت. دكتور ويد ريورد كام؟ 100 جنيه. خلاص؟ انما وانت راجع من دي لا مش هتاخد حاجه. فيبقى البريفيرد باص بتاعها هيمشي كده ولا يمشي كده؟ هيمشي كده. طب لو انت عندي خلاص خرجت بره، تخش تاني الماز ولا لا؟ لا. طب عايز اخليه بره يعمل ايه؟ اعمل له لوب كده، ان انت من صفر لصفر خليك موجود، كل ما انت قاعد في صفر هديك 100 جنيه. خلاص؟ من 6 لصفر هاخد ايه؟ 100. انما من صفر لدي لا. فكل الريوردز اللي في كل النتورك ما عدا عند الجول خليناها بايه؟ بزيرو، والجول بس خليناها بكام؟ ب 100. يبقى انا عندي حاجتين يا اولاد، انا وصفتها في الايه؟ في النتورك الجراف اللي احنا شايفينه ده. عملنا حاجه اسمها ايه؟ نعمل حاجه اسمها ريورد ماتريكس. اهي دي الريورد ماتريكس اللي احنا شايفين، بتقول ايه؟ من صفر لصفر كام؟ 100. من صفر لكام لواحد كام؟ زيرو. زيرو في لينك بس الريورد بتاعته كام؟ طب من صفر لاثنين؟ مفيش كونكشن. خلاص؟ يبقى انا قسمت عندي ماينس 1 اللي مفيش اكشن اصلا، مفيش اكشن، بس الماتريكس دي بتعمل لي ايه؟ بتقول لي الستيت، وبتقول لي هنا الايه؟ الاكشن اللي اقدر اعملها. هنا انا عندي على الستيت زيرو عندي كام اكشن؟ 1 2 3، 3 اكشن بس، صح؟ عند ستيت 1 عندي 1 2 2 بس، خلاص؟ فدي الماتريكس اللي بتحدد لي ايه الستيتس وايه الاكشن اللي اقدر اعملها والريورد المبدئيه، الريورد الايه؟ المبدئيه بتاعت الايه؟ الماتريكس بتاعتي. كده احنا وصفنا الايه؟ الانفايرمنت، وصفنا ايه؟ عايزين نمشي الايه؟ الكابتن مين؟ الكابتن ايجنت. هنعمل ايه؟ قال لك اول حاجه هنستخدم حاجه اسمها بيلمان. ايه؟ بيلمان ايكويشن. دي كانت واحده من الايه؟ الايكويشن اللي بتستخدم في الاوبتمايزيشن. كل اللي بيعمله اللي هي الاكسبكتد لونج تيرم ريورد بيعملها بمعادله، بيطلعها بايه؟ بمعادله، عن طريق اللي هي اسمها المعادله بتاعت، بيقول لك لو انا في ستيت اس وهعمل اكشن ايه؟ اس اللي هي يمين او شمال او فوق او تحت، خلاص؟ رايح ستيت ثانيه يعني، الاكشن اللي انا الحركه بتاعتي هتاخد ريورد مجرد ما انت رحت لمين؟ للستيت الثاني، خلاص؟ في ريورد، ما خلي بالك مش لازم يكون زيروز، ما انا ممكن اكون حاطط له واحد، وكل ما بتقرب بزود، يعني انا كنت ممكن كل ما اقرب في النتورك بتاعتي احط شويه ايه؟ ريورد زياده. فانت معناه ان انا كل حركه بعملها باخد ريورد بالبوزيتيف او بالنيجاتيف. فبيقول لك هتديني الريورد اللي انا هاخده لو اتحركت فين؟ في الاكشن اللي هو ايه؟ فورورد ده، خلاص؟ زائد حاجه اسمها جام مضروبه في الماكسيموم بتاع، انا لما اروح الستيت الجديد عند الاء، خلاص يا ولاد؟ الستيت الجديده مين؟ عند الاء. من عند الاء كل الاكشن بتاعتها عندها ثلاث اكشن، مين فيهم الماكسيموم ريورد؟ اشوف الماكسيموم ريورد بتاعت واحده فيهم طلعت 90، او واخد 90 اضربه في الجاما، الجاما دي بيسموها ديسكاونت فاكتور والتينيشن فاكتور، زائد الريورد اللي انا هاخده مجرد ما انا اتحركت في المكان بتاع مين؟ الاء. يبقى كده عمل لي قال الريورد المستقبليه لو انا اتحركت عند الاء. طب لو انا اتحركت عند انس، يبقى هروح عند الستيت بتاعت انس ويقول يا انس كل الباصز اللي هتحرك عندك اديني ماكسيموم كيو فاليو عندك. فطلعت ماكسيموم كيو فاليو عنده 60، 60 لما هضربها في الاتينيوشن بتاعي اللي هو 80 هيديني رقم زائد الريورد اللي انا خدته لما رحت عند مين؟ عند انس. ما عندي كذا باص بقى، مش هاخد كل الباصز، انا هتحرك حركه واحده بس لغايه الاء، حركه واحده بس. بس من عند الاء هي عندها اكتر من باص، الكيو فاليو بتاعتهم اكتر من واحده، هاخد القيمه الماكسيمم بس اللي هي اعتبرها احسن، ما انا هاخد اكسيمم ماكسيمم بعد كده. لا الماكسيمم دي يعني الماكسيمم ريورد، ماكسيمم ريورد يعني الباص ده هو الطريق الاحسن، اقل مسافه للجون او الطريق اللي انا هديني هاخد ريورد وانا بتحرك، مش لازم جول، ممكن بلعب جيم. يبقى انا هاخد نقط، هاخد بوينتس جديده. ما دي هتحس بقى كل في كيو ماتريكس نفسها، يعني الماتريكس الاول كيو ماتريكس زيرو، بعد كده ابتدي يحصل لها ابديت كل مره بيزيد الايه؟ الفاليوز ايه بتاعتها. طيب يبقى انا كده اتعلمت اكيد كيو فاليو او الفيوتشر ريورد بتاع كل ستيت هتحرك عليها، صح كده؟ طيب احنا كل الهدف بتاعنا قال لك خلي بالك الاتنيويشن دي اللي هي الايه؟ الجاما دي. ليه حاطه اتنيويشن؟
لان ما ينفعش اخد نفس الفاليو بتاع الريورد اللي هاخدها، انا هاخد الريورد حاليا دلوقتي تبقى نفس قيمتها نفس الفيوتشر، الفيوتشر مش عارف اخدها ولا لا قدام، عصفور على الشجره لسه. فاللي انا خدتها خدت 60، انما الثانيه كانت 60 بس فيوتشر. فبيقول لك اعملها حاجه اسمها اتينيشن ديسكاونت فاكتور، اللي مش هتاخد 60 بالظبط انا ما اعرفش لما تبقى توصل لها. فاحنا بنقول تقريبا مثلا اضربها في 80% تبقى 40، يبقى 40 زائد 60 بتاعتك 100، يبقى الباص ده في 100، يبقى بدي حاجه اسمها الايه الاتينيشن فاكتور. وهنقول لازمتها ايه، بتخليك وانت بتلعب الجيمز تقول ايه، انا بفكر في الريورد القريبه ورا الريورد البعيده. فكل ما تكبر يبقى انا بفكر في الريورد الايه، لما يصغر الجامه يبقى انا بقلل الريورد البعيده، يبقى انا بركز فين في اللي تحت رجلي، يبقى انا عايز الريورد الايه القريبه ليا. طيب الالجوريزم بيقول ايه بقى، هنسيت جامه، هنسيت جامه وهنسيت الايه الريورد ماتريكس اللي هي البدايه، اللي هي الريورد ماتريكس البدايه. هنشلايز كيو ماتريكس بتاعتنا هي زيها زي الماتريكس بتاعت الايه الريورد ماتريكس، بس بادئه بزيروز. الروز بتاعتها عباره عن الايه الستيت، والكولومز عباره عن الاكشن. طيب بعد كده اعمل ايه، اعمل ابسودز، هنعمل شويه ايه حلقات، شويه ايه حلقات، كل حلقه هدخله يلعب، هدخله يلعب مع مين الانفايرمنت، واخلي الانفايرمنت يقعد يلعب في الانفايرمنت لغايه ما يوصل للجول، لغايه ما يوصل لمين للجول، يقعد يتخبط يلعب ايه بتخبيط كده ماشي راندوملي. هيسلكت الانيشال ستيت كل مره، يسلكت راندوم ستيت يتحرك منها. بعد كده دو وايل الجول ستيت هازنت بين ايه ريتشد، طالما الجول لسه ما وصلتلوش لوب بقى الاتي. لوب معناه ايه، سلكت وان ايه وان بوسيبل ايه اكشن امونج الايه الاكشن بتاعتك. فلقيت ان انا عندي مين ناحيه الاء او ناحيه مين او ناحيه انس، راندوملي اخترت الاء، راندوم اخترت خلاص. بعد ما رحت عند ايه عند الاء هعمل ايه، جيت الايه ماكسيمم كيو فاليو بتاع كل النكست ستيت اللي من عند مين، من عند الاء. وبعدين احسب الماتريكس بتاعتنا، هقول له الكيو ماتريكس بتاعتي من الستيت اللي انا فيها الحاليه اللي قاعد على الكرسيه الاكشن بتاعتي، هتبقى الريورد اللي انا هاخده لما اروح في البوزيشن عند مين، عند الاء، زائد الجاما اللي هي الاتينيشن فاكتور او الديسكاونت فاكتور مضروبه في الماكسيمم بتاع من عند الاء لكل الايه الاكشن الايه اللي حوالي. يبقى انا لو انا كنت عند مين، عند 3، يبقى هعمل ايه او عند 9، خليها عند 9، يبقى انا عند 9 هعمل ايه، هروح لمين، هروح ل 3 مثلا. خلاص لو رحت ل 3 يبقى انا هاخد كل البوسيبل اكشن من مين، من 3 اللي هي كده وكده اللي هي يمين وايه وشمال، واشوف الماكسيمم بتاعهم واتحرك ايه، واتحرك واخد الريورد فاليو بتاعتها خلاص، اضربها في الجاما زائد الريورد اللي انا هاخده من هنا. هنا كان زيرو، لو انا كنت واقف هنا وهتحرك هنا او هتحرك فين هنا، لو انا هنا مثلا وهيروح لدي وهنشوف النكست بتاعها، فهلاقي النكست هنا، هنا 100 وهنا زيرو، يبقى هياخد انهي، هاخد ال 100 اضربها في الجاما اللي هي 80، يبقى 100 في 80 بكام، يبقى 100 في 8 من 10 يبقى كام 80، زائد الريورد زيرو يبقى الريورد بتاعنا كام 80. يبقى انا شايف ان هنا احسن ولا لا، يبقى هابديت الكيو فاليو بتاع من الستيت 9 ل 6 بكام، ب 80 اللي انا هتحرك بيها خلاص. بعد ما عملت ده اعمل ايه، احرك بقى الكرنت ستيت اخليها نيكست ستيت، يبقى اخلي دي مين بقت 6 وابتدي الف اللفه دي ايه تاني لغايه ما اوصل لمين للجول. اول ما اوصل للجول خلاص ابتدي الف تاني من الاول ايه، اعمل ابسود تاني، لا هعمل ابسود تاني يعني ايه، هبتدي اسلكت راندوم لي مكان جديد خالص، هبتدي راندوم مكان جديد، ابتدي مكان ايه مكان جديد خالص في النتورك، ابتدي عند 2، مره ثانيه ابتدي عند كام 8، مره ثالثه ابتدي عند مين من عند 7، ابتدي بقى يتحرك يشوف البوس بالاكشن، يمشي كده ولا يمشي كده، يمشي كده ولا يمشي كده، وهكذا خلاص. لا طبعا راندوم انا عايزه ليه كده اكسبلوريشن، ده انا بيخليه بينطلق. مش قلت لكم لما ندخل شقه جديده عمال كل مره عايز يخش اوضه جديده، ممكن يكرر نفس الستيت، يكرر ايه مشكله، بس الراندوم راندومنس المفروض بتديني كل مره حاجه جديده خلاص. طيب مفيش اهو، مفيش داتا سيت، انت اديتني الانفايرمنت وابتدي اديتي له الريورد بزيرو، وقلنا له الريورد ماتريكس بتاعتنا ايه الجول، بس الفاليو اللي انت هتاخدها لو رحت الايه للجول، وسبناه ينطلق. فكده احنا علمنا السيستم من غير ايه، من غير داتا سيت، هو عمل تريننج، تريننج مش تيست، عمل ترين، عمل ترين من غير داتا سيت، هو اللي عمل اكسبلور للسيستم، خليته الايجنت هو اللي عمل وهو بيكسبلور اتعلم. طيب بعد التعليم ده
بقى عندي ماتريكس اسمها كيو ايه؟ ماتريكس. تعال نشوف ده الورد، الورد ماتريكس احنا فهمناها صح؟ الورد الكيو ماتريكس بقى عباره عن هبتديها بكام يا اولاد؟ زيرو. هنا الستيتس ودي هنا الايه؟ الاكشن، كلها بدأ بايه؟ بزيرو. بعد ما ابتدي اول حركه هبتدي انيشال ستيت، انيشال ستيت كانت عند مين؟ اثنين. طيب الخطوه الثانيه قال لك من عند اثنين كل يقول لي شوف كل الايه؟ عندي كام اكشن؟ عندي اكشن الاربعه او لمين؟ الخمسه. طيب انا قررت اختار واحده فيهم، اربعه او خمسه اختارها راندوملي، ماشي؟ يبقى انا كنت عند ايه؟ من عند اثنين هروح لمين يا اولاد؟ هروح لاربعه. يبقى من اثنين هروح لاربعه، الاربعه دي عندها كام اكشن؟ هنا او؟ هجيب الماكسيمم من اربعه لثلاثه او من اربعه لكام؟ لثمانيه. بص العافيه بعد كده، يبقى الماكسيمم بتاع الاكشن بتاعت من اربعه لاثنين او من اربعه لكام؟ لثلاثه، صح كده؟ من اربعه لاثنين، اربعه لثلاثه او اربعه لكام؟ ثمانيه. ما هو الا يرجع، الا يروح لثلاثه، الا يروح لايه؟ لاثنين. وهحط الورد فاليو بتاعت مين؟ من اثنين لكام؟ لاربعه. دي ممكن يكون فيها فاليو او ما فيهاش، هي كانت هنا بزيرو صح؟ يبقى زيرو. يبقى الكيو ماتريكس الجديده لو في اي واحد هنا فيه فاليو هتضرب في 8 من 10 ويبتدي الكيو ماتريكس يحصل له ابديت للبوزيشن بتاعي من الستيت 2 ل 4 اللي هي دي، من 2 فين 2 0 1 2 لكام 0 1 2 4. يبقى القيمه دي هيتغير لايه؟ القيمه بتاعتها بالكيو ماتريكس اللي انا جبتها، خلاص؟ بالكيو ماتريكس اللي انا جبتها. يحصل بعد ما انا عملت الالجوريزم ده يا ولاد ولفيت بيه كل الاكشنز اللي احنا شايفناها، حتى اقول لك الجاما دي، الجاما دي كلوز تو زيرو، معناه الايجنت بيحصل له يا ولاد؟ بيبص على الايميديت ايه؟ رورد. لما الجاما تبقى اقترب من الواحد يبقى هو بيبص على مين؟ على الفيوتشر رورد، يبقى بيبص على المستقبل. ولما يقل كانه بيبص على الرورد. الايه؟ لما بتقل انت بتبص على الرورد القريبه منك، مش عايز، مش مهتم بال يعني وانا بلعب جيمز بتلعب على ان انت سرفايفنج، يعني ما يخشش في اجوان مثلا، انت مش بتهاجم. المكسب في الكوره ان انا اجيب اجوان. لا بدافع. بدافع، لا ما كره القدم انا بدافع في كره القدم، ما طلعش هجوم، ما طلعش لعيبه تجيب اجوان، فانا يبقى بعمل ايه؟ ببص على الورد القريبه بس ان انا ايه؟ ادافع، انا ببص على حالي، انا مش عايز حد يجيب فيا اجوان وخلاص. بس انت هتتعادل كده مش هتكسب. مش كده، لا انت لازم في رول، لازم في حاجه اكشن، خلاص؟ الكيو ماتريكس دي يا ولاد انا بعد ما علمتها بكام؟ ب 1000 ايتريشن. حصل ايه بقى؟ حصل ايه؟ حصل ابديت للحتت اللي فيها الباصز بتاعتنا، اللي هي فيها الباصز بتاعتنا، هتلاقي ابتدى فيها ارقام، خلاص؟ وارقام كبيره، ارقام ايه؟ ارقام كبيره، هنبص عليها كده. هنا بقى في طبعا هنا 100 ما اتغيرتش، هنا بقى في كام؟ 79. هتلاقي دايما الاتجاه فيه الاتجاه في الاتجاه الجول باكبر من، يعني مثلا 9 اتجاه الستة واخد كام؟ 80. الراجع بكام؟ 63. بس هو اللي هنا هنا 63 راجع كده، دي 63. هنا كام؟ 80. دي هنا 63، دي كام؟ 80. هنا باينه 52 اهي، ودي باينه كام؟ حاجه 63. هنا باينه 51، هنا 40. فبينت لنا الريورد ماتريكس او كيو ماتريكس. اي بقى لو انا جيت الايجنت وحطيته في اي نقطه هنا، حطيته في 5 هيمشي ازاي؟ هيمشي هنا على 40، هيمشي على هنا كام؟ هنا 32، هنا 51، يمشي انهي؟ 51. هنا 40، هنا 51، هنا 1، هنا 63، يمشي فين؟ يمشي هنا. هنا عند 63 يرجع 51 ولا ياخد 79؟ 79. من هنا ياخد ايه؟ 99. 9 وايه؟ و90. وصل للجول هيفضل ايه؟ واقف. يبقى احنا كده بعد 1000 ايتريشن الكيو ماتريكس اللي حصلت دلوقتي من غير اي داتا سيت خلت اللي اي ايجنت جديد بقى في التيست فايرون هيعرف يوصل للجول بدون ايه؟ بدون ما يتعب وغير اكسبلوريشن ولا ايه؟ ولا حاجه. ده الفاينل جول اهو بتاعنا. لو انا اديت له 5 اول حاجه لما ابتدى عند 5 ببص على الماتريكس دي، يبقى امسك الرو بتاع الماتريكس دي اشوف مين الماكسيموم يا ولاد؟ ال 40. يبقى ال 40 دي بتقول لي هروح لمين؟ 0 1 2. هروح لمين؟ 2، صح كده؟ من عند 2
شوف الماكسيمم في 51 وفي كام؟ يبقى اخد واحد وايه؟ 51. 51 دي عند كام؟ 4. طيب من عند 4 شوف الماكسيمم طلع كام؟ 63 ولا 51؟ 63 اللي عند مين؟ عند 3. من عند 3 هبتدي اروح لفين؟ 79 اللي هي عند مين؟ اللي عند ايه؟ عند 1. من عند 1 راح 99 اللي هي عند مين؟ عند صفر. يبقى قدرنا نوصل دي ازاي بقى اعمل ايه؟ اوصل الايجنت الجول او فايند الجول بعد ما عملت الايه؟ التريننج. خلي بالكم انا عملت كل ده من غير داتا سيت ولا سوبرفايز ولا ايه؟ سوبرفايز. اتعلم بطريقه ايه؟ سهله ولطيفه. طبعا البتاع ده بقى بومينج بشكل رهيب، بيخش وقت في كل حاجه، حتى في التكست وحتى في حاجات كتير قوي. خلاص؟ طيب لغايه كده انت عملت حاجه لطيفه بس مش سكيلبل. مش ايه؟ سكيلبل. انا بس عايزكم بالمره نشوف اللي هي الالجوريزم اهو، الكود بتاعه. انا ابتديت هنا كنت بنوصف بس الماتريكس، قلنا الايه؟ واحد دي ايه؟ ناقص واحد معناها مفيش ايه؟ مفيش اكشن. صفر ايه؟ ارجعي بتاع لورا شويه عشان تكبر كده، باين الكلام شويه. كده احسن. ادي الماتريكس بتاعتنا الورد ماتريكس، هعملها بايديا. عملت ماتريكس ناقص وحايد اصفار والميات اللي احنا ايه قلنا عليها. خلاص. وادي الايه؟ شكل الايه؟ ده شكل الورد ماتريكس بتاعتنا. انا عملتها كام ستيت هنا؟ يمكن اكتر شويه، عملتها 9 ستيت او 10 ستيت. خلاص. هنا خلطت طبعا الماتريكس بتاعتنا، عندي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9، عندي 9 ايه؟ ستيت. عندي لايبرري لطيفه كده هنا. طبعا هنا الكود ده انا بجيب بيه النقط اللي مش ماينس 1 عشان عايز اجيب الاكشنز. فهنا هيطلع لي الايه؟ البوينتس اللي ما فيهاش ايه؟ اللي ما فيهاش ماينس 1 اللي هي الاكشنز بتاعتي. خلاص الاكس والواي بتاعتي. هنا في لايبرري لطيفه قوي اسمها نتورك اكس، دي بترسم لنا الجراف ده. فبديله الايه؟ البوينتس بتاعتي اللي هي الليست اوف بوينتس اللي احنا كوناها فوق، اللي هي الفرتسيز بتاعتنا والجرافز، ويبتدي يعمل النودز والايدجز اللي ما بينهم. لو عندي ليبل كمان اقدر احط الايه؟ الليبل، وبترسمهم باستخدام الايه؟ البلوتنج. اهي. هو لسه بيرسمها. فرسم لي الرسمه ايه؟ بتاعتنا. عندي من 7 لايه؟ ل 8، ومن 8 ل 9 ل 6. الجول بتاعي فين؟ عند الزيرو. عندي ايه؟ دي شكل الايه؟ الجراف ايه؟ بتاعي. ده شكل الماتريكس. الجاما بتاعتنا، ادي الكيو ماتريكس بدأ بكام الاول يا اولاد؟ بصفار. هي نفسها زي الورد ماتريكس بس بدأ بايه؟ بصفار. بعد كده ابتديت انيشال ستيت. انا ابتديت اي انيشال ستيت بكام؟ عند 5. وبعدين قلت له ايه؟ تعال شوف الكود اللي ايه؟ الكود بتاع الرننج بتاع تريننج. يعني تريننج بيقول ايه؟ انا عايز اعمل كام ايتريشن يا ولاد؟ خلينا نقول ايه؟ خلينا في الالف عشان يقدر ايه؟ نشوفهم. هنقول له هبتدي عند ايه؟ كرنت ستيت راندوملي، هختار اي ايه؟ اي ستيت من الكيو ماتريكس اللي عندي. خلاص؟ اي ستيت هبتدي فيه. بعد كده قلت له اديني الافيلبل ايه؟ الاكشن اللي عند الكرنت ايه؟ ستيت. يعني هيبص على الكرنت ستيت، يبص على الرو بتاعها ويشوف بيبص على ايه؟ على مين، ويديني الاكشن افيلبل. يديني مثلا عند 2 كنت عند 5 وايه؟ و4. بعد كده ياخد الكرنت افيلبل دولت ويقول له سيلكت سامبل، اختار لي واحده منهم، اختار لي اكشن منهم. يبتدي يديني الاكشن اللي اختارها، ياخد الاكشن دي والكرنت ستيت بتاعتي والجاما، يبعت لهم حاجه اسمها ابديت ماتريكس عشان تابديت الكيو كيو اي ماتريكس. يروح يحسب الايه؟ فيوتشر ريورد بتاع الاكشن دي ويحطه في الايه؟ في الكيو ماتريكس. هو جوه دي هيعمل جوه الفانكشن دي، انا هوريك بقى الفانكشن دي واحده واحده. خلاص. بعد كده هيابند، هيجي لي هنا سكور. سكور هو ايه بقى السكور؟ ان انت خدت دي في كام نقطه، خدت دي في كام ايه؟ الريوردز بتاعتك خدته في ايه؟ في كام نقطه. بعد كده بطبع الريورد ماتريكس دي، بعملها نورماليزيشن بس عشان تبقى اكبر حاجه فيها 100%، وبطبع الايه؟ الكيو ماتريكس، وهكذا. ده بس الايه؟ ده التريننج. تعال نشوف اللي عندنا
عندنا واحدة اللي هي اسمها ايه؟ ماتريكس اللي او الفانكشن كان اسمها ايه؟ ابديت ايه اسمها افيلبل ايه؟ افيلبل اكشن. افيلبل اكشن. الافيلبل اكشن فين؟ ادي افيلبل اكشن بتاعتنا. كانت بتعمل افيلبل اكشن بتاخد الايه؟ الستيت ماتريكس، الستيت الكرنت ستيت، تجيب لي كل الرو من الريورد ماتريكس. بتجيب لي ايه؟ الريورد ماتريكس هي بتوصف ايه الاكشن اللي موجوده. فبتقول بتجيب الرو كامل، ومن الرو الكامل ده بتعمل ايه؟ بتعمل ايه من الرو الكامل؟ تبتدي تشيك مين اللي فيه اكشن في الرو ده، مين اللي نون، اللي مش زيرو، مش ناينس 1، يعني اللي زيرو او اكبر. زيرو او اكبر معناه فيه ايه؟ اكشن من الستيت دي. هريترن مين؟ الروز اللي انا ايه اللي جبتها، البيكسلز اللي انا ايه اللي انا ايه جبتها. يبقى دي الافيلبل ايه؟ الافيلبل اكشن. طيب كان في فانكشن ثانيه اسمها ايه؟ لا لسه مش ابديت. الثانيه كان اسمها سامبل الايه؟ النكست اكشن. طيب سامبل النكست اكشن اللي هو انت قلت لي الافيلبل اكشن، المره دي بقى عايز سامبل الايه؟ النكست اكشن. اديني الافيلبل اكشن ده، بيقول لي وزن الاكشن بتوعي ده، انا عندي واحد او اثنين راندوملي، اختار لي واحده فيهم راندوملي، اختار لي واحده من الاكشن اللي انت ايه هتحركها. ممكن عندي خمسه اكشن، فبقول راندوملي اختار لي واحده من ايه. يبقى الاول قلت لي ايه الاكشن اللي عندي. لا لسه دي في اول خالص، انا لسه هتحرك عند الاء. لا انا هتحرك عند الاء ولا اتحرك عند انس؟ هو قال لي انت عندك اكشن ينفع تتحرك عند الاء او عند انس. طيب هتحرك عند اي واحد فيهم؟ راندوملي، طلع لي راندوم. خلاص يبقى دي الايه السامبل ايه الماتريكس. الابديت بقى بتعمل ايه؟ هتاخد الكرنت والاكشن اللي انت خدتها، انا اتحركت عند الاء والجامه بتاعتي، يبتدي يعمل ايه؟ يجي عند دي يجيب لي كل الاكشن اللي عند مين، الايه الاكشن اللي انت هتاخدها من الكيو ماتريكس. خلاص ويبتدي هل هي بتساوي عند دي ولا لا، وبعد كده يجيب هنا الوير الاكشن بتاعت راندوملي. طبعا بيجيب الماكسيمم، وبعد كده ايه يجيب الماكس فاليو هنا، ادي الكرنت ستيت، يضربها ايه بتاعت الاكشن دي الريورد الاولاني، يضربها في جاما في الماكس فاليو. يبقى اللي فوق هنا كان بيحسب الماكس من عند مين؟ لما اتحركت عند الاء. يبقى لما اتحركت عند الاء جبت الرول اللي عند مين؟ اللي عند الاء اللي هي النكست ستيت دي، وشفت كل الاكشن اللي عندها جبت الماكسيمم بتاعها، خدت القيمه بتاعت الماكسيمم دي الماكسيمم فاليو، ورحت ضربتها في مين؟ في جاما زائد الريورد الحالي، الريورد الحالي اللي هو من الكرنت ستيت بتاعتي اللي عند الاء. هيطلع لي هنا عملت ابديت بيها لمين؟ للكيو ماتريكس اللي هو لو من عند عز لعند الاء، من الستيت بتاعتي لعند الاء. يبقى انا عملت هنا في دي ابديت لمين؟ للكيو ماتريكس. وهنا بنعمل نورماليزيشن للكيو ماتريكس عشان نتفرج ايه عليها. طيب احنا كنا عاملين لغايه فين؟ رسمنا صح كده؟ نروح عملنا الجاما، نرن دي كمان. واختار الاكشن كام؟ 2. هنا الابديت هو بيتست يعني هنا الفانكشن، عملنا الابديت فانكشن طبعا هنا بزيروز لسه ما عملتش اي ابديت حقيقي. هنا بقى هيعمل ايه اللوب اللي احنا قلنا عليه، هنلاقي بقى يقعد ايه يلف. شايفين هنا كيو ماتريكس حصل فيها ايه؟ بص هو عمل 1000 مره اهو، اتعلمنا حصل ايه في الكيو ماتريكس؟ خدت ابديت وخدنا هنا السكور بتاعنا. بيجيب الفاليو زي الاكيورسي بتاعتنا كده، امتى اتعلم؟ نعرف ازاي اتعلم؟ اتعلم معناه ايه؟ ان هو وصل ايه؟ بص هتلاقي ايه؟ السكور حصل له ساتيوريشن، بعد عدد من الايتريشن ابتدى يحصل ايه؟ ساتيوريت. السكور ده جبته منين؟ عند 1000 اهو، بص عند 1000 الدنيا ايه؟ تبقى سهل. السكور ده انا جبته منين؟ من الكيو فاليو بتاعتي. يبقى انا من الكيو فاليو بتاعتي لما بمشي في الباصز بتاعتي، فبجيب الايه اقصى كيو فاليو. فكل مره بقى بجري في الابسويد، كل ما بعمل بيطلع لي ايه الماكسيمم كيو فاليو، عماله ايه تكبر. يبقى انا جبت الايه الماتريكس بتاعتنا اكبر ما ايه بقى على حسب بقى المشكله، على حسب بقى الداتا وهو عمل راندوم نس بتاعتها عامله ازاي، ويعني ليها. بعد ما عملنا كيو ماتريكس دي هعمل تيست، هنرنه وخلينا هيخش عند 5، خلينا اروح عند 2 4 3 1 ايه 0. خلاص فده بيبقى ماشي، ده الاوبتيمم باص اللي هو بتاع السولوشن دي بتاعنا بعد ما اتعلم، بعد ما ايه ما اتعلم. وصلت؟ الحمد لله.
ده كده يا ولاد احنا علمنا الكيو ماتريكس. بس خلي بالك كان في مشكله هنا وانا بكتب البرنامج. الكيو ماتريكس او الار ماتريكس كنت عاملها بايديا صح؟ مش عاملها لو زادت عدد الستيت سكيلبل مش هعرف اعملها صح؟ فعندي ايه؟ ما عنديش مشكله الالتريشن تزيد. انا اللي انا بتحكي في الالتريشن دي مش مشكله. ما خدتش وقت زي ما انتم شايفين الالجوريزم سريع. لا في سامبل هنا ابسويد احنا لو قلنا كده حلقات احنا بندخلهم في محاولات. كل محاوله يخش يقعد يلعب وهم بيكسبلور ولما بيكسبلور بيطلع لي بايه؟ بالنتيجه. احنا خليناه احنا ادينا له ايتريشن عشان كل مره يبتدي راندوم دي ويبتدي يتحرك. فاحنا اللي خليناه يقعد يتحرك جوه الانفايرمنت من غير داتا سيت. فكل مره بحطه في حته اديته الرول اللي اتحرك بيها. لما اتحرك بالرول دي ابتدى يتعلم ان النقطه دي احسن من النقطه دي. ان انت لما بتمشي في الاتجاه ده احسن من الاتجاه ده. لما بتمشي كده احسن من كده صح؟ وبعد فتره بيلاقي الباصز بتاعته بقت الاحسن. هي قريب شويه من حاجه اسمها سوارم الجوريزم. معرفش تسمعوا عنه ولا لا. او الانتي بتاع الكولوني معرفش بتاع ده. سوارم ده بيستخدم ايه؟ بتاع النمل. النمل بيكسبلور عشان يجيب اكل. بيكسبلور الارض بتاع الانفايرمنت بتاعته عن طريق ان هو بيبعت نمله في كل اتجاه راندوملي. يعني تخيل انتوا النمل تبقى مروه وشيماء وصحر وعلاء هخرجه في كام؟ 360 درجه حواليا خلاص؟ كل واحده فيكم ماشيه وابتدي اطلع راندوملي وراكم كمان ايه؟ اربعه تانيين وبعدين اربعه تانيين يبتدوا الباصز. النمله لما بتمشي بتسيب وراها ريحه ويت خلاص مكان الخطوات اللي هي بتمشي عليها. فالنمل بيمشي ورا الويت الاعلى. فلو في نمل لا اكل في مكان اللي هو كان تحرك راندوم فبقى كله نجح ما رجعتش يعني ما رجعتش تاني. ها واللي مشي عليها لا اكل ففضل ايه هناك واكل فضل ايه هناك واكل فضل ايه هناك. فيبتدي يبقى الباص بتاع النمل اللي فيه اكل حقيقي بقى الويت بتاعه عالي الريحه بتاعته قويه. فالنمل بقى القافله بتاعت النمل كلها ما تتحركش الا لما يبقى عندها باص حفر بالايه؟ بالريحه الجديده. هو ده اللي احنا بنعمله في الكيو ليرنينج. انت بس بتبصي على الفيتشر ريورد بتاعتك اللي انت لما راح ولقى الاكل. فاللي راح لقى الاكل وهو راجع هيدوس على الايه؟ عشان يرجع لهم الخبر هيدوس وهو راجع هيقول. انما اللي راح ما لقاش هيفضل ماشي. اللي راجع عشان يقول يبقى بقى خطوتين. اللي ما رجعش لسه يبقى ما لقاش ايه؟ اكل. هيبتدي يطلع حد معاه بقى ثلاث خطوات ثلاثة بوينتس ثلاثة ويت وهنا لسه في واحد وهنا لسه ايه؟ واحد وهكذا. فده دي طريقه برضك للايه؟ للاوبتمايزيشن. هو دي طرق اوبتمايزيشن بس عملوا بيها الالجوريزم بتاعهم. خلاص؟ طيب قالوا هنستخدم بقى الايه؟ النيورال نتورك ان هي تعمل ايه النيورال نتورك؟ تاخد الستيت وتديك هي الكيو فاليو. جوه بقى ده بدل ما انت تقعد تعمل القصه دي لا هي تاخد الستيت تديها كل مره الستيت وهي تطلع لك الايه؟ الكيو فاليو. بس عايز تبقى انت عملت اكسبلور يبقى انت حركته اتحرك راندوملي كل مره اتحرك وعمل اي خطوات وبناء على الخطوات خد له ريورد وخد له نيكست ستيت واكشن. خد دول اعمل بيهم تريننج مين؟ للنتورك. فالنتورك كده عرفت ان انت لما يبقى الكارت ستيت بتاعك ده وخدت الاكشن ده يطلع لك ريورد ايه؟ بالظبط. ده اللي احنا هنعمله. طبعا هنا بيتكلم عن اللي انا لو الستيت دي اعمله زي بالنيورال نتورك قال لك هيبقى عندك تارجت كيو فاليو والبريدكتد كيو ايه؟ فاليو. تطرحهم ناقص ايه اللوس فانكشن بقى العاديه بتاعت النيورال نتورك. هنطرحهم زي التربيع يديني اللوس بتاع النيورال ايه؟ يبقى دي الطريقه اللي هخليها تتعلم بيها. يبقى التارجت بتاعي يا اولاد في النيورال نتورك الكيو فاليو. يبقى الكيو فاليو بتاع الاستيت دي الاستيت اكشن دي خلاص؟ الريورد. دي واحده من الجيمز اللي اسمها الكارت بول. ده عباره عن ان انا بعمل كده بالكارت بتاعتي بعض ايه؟ اتحرك فيها ماشي وهي بتتحكم لي في الايه؟ اهو في البول زي ما احنا شايفين في الايه؟ في البول. لو انا هي القلم ده هيقع على ايه؟ على اليمين لازم احرك الايه؟ لو هيقع كده لازم ايه؟ احرك كده. فاللعبه ان اللعبه دي تريورد امتى تكسب امتى؟ لو فضلت محافظ على القلم ده اكتر من 100 مره ما يكونش الزاويه بتاعته عدت مثلا الايه؟ هنا كانت 90
ما تكونش عدت الايه ال 70 هنا، ال 70 هنا او ال 100 وكام، 110 هنا، يبقى مفيش 20 و20. نفس الوقت ما اقعدش تجري كده تطلع بره الايه الانفايرمنت، يبقى الاكس واي ايه معين. زي ما احنا شايفين اللي فوق دي مش متعلمه نوت ترين، بصوا عاملين ايه، بيمشي في اي اتجاه والبول بيحصل لها ايه، بتقع اهي ماشي. لما عملنا لها تريننج لا محافظ عليها ما بتقعش خلاص. وخلي بالك مش كل الحالات بيكسب، ده في حالات بتكسب وفي حالات بايه بيطلع بره الايه الانفايرمنت فخرج بره ماشي. بس على الاقل محافظ عليها يا ولاد الستابيليتي بتاع الايه دي الجيم اللي احنا هنعملها. الاكشن الافيلبل بتاعتك ايه؟ ليفت هو ايه؟ يبقى انت بتحرك البتاع دي لالا يمين لالا ايه؟ لالا شمال. الانفايرمنت ريتيرن ايه؟ بيرجع ايه؟ بيرجع لي اربعه فاريبل. يبقى مع كل اكشن انت بتعملها على البول بيرجع لي البول دي اكتر من اي حاجه. البوزيشن بتاعها دي اكس، والفيلوسيتي في ناحيه الاكس، والانجل والفيلوسيتي، الانجل فيلوسيتي اللي هي الزاويه والسرعه الزاويه، بيسموها سرعه الزاويه، السرعه الزاويه. يبقى عندي اكس والفيلوسيتي بتاعت الاكس اللي هي اللي اتحركت بيها، وعندي الانجل والايه والفيلوسيتي ايه بتاعت الانجل. قال لك طالما البول دي واقفه يا اولاد ما عملتش زاويه 70 او 110 ما خرجش بره الريجن، اديها ريورد كام؟ واحد. واقعد ادي واحد 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 واحد، ده طالما انا وصلت ل 110 او 115 او 150 اللي هي الجول بتاعي يبقى انت كسبت خلاص. يبقى ده الجول ايه؟ الجول بتاعي. يبقى السكور بتاعي ان انا كاونت عدد الريوردز بتاعتي ان البلاير ده يحصل ايه؟ سرفايفل. يبقى ايه؟ حافظ بماتش ما وقعتش، ما وقعش. يبقى ده الجيم اللي هي هتحرك بيه. بايثون في حاجه اسمها اوبن اي اي، دي واحده من اللايبرري لطيف قوي تبع جيم لايبرري، بتدينا بدل ما انا اقعد اعمل انفايرمنت زي انتوا شايفينه ده، هي بتديهولنا جاهز. وعاملاه معظم الاتاري، اتاري فاكرين الاتاري بتاع زمان؟ عاملين للاتاري جيمز، ما اعرفش تعرفوها ولا لا، جيل البلاي ستيشن. ما اعرفش انت بتلاقي شيء، ما اعرفش الاتاري شويه. الجيمز دي اللي هي الحاجات دي هتدي له بس ايه؟ جيم ميك ايه؟ كارت بول، يديك الانفايرمنت بتاعها. ايه الحلو في دي بقى؟ لو انا عايز اعرف عدد الستيتس بتاعتي كام ستيت، هيدي لي الايه؟ الستيتس بتاعتي اللي هو عدد الفاريبل بتاعت الستيت الفاريبل. عايز عدد الاكشن بتاعتي اقول له عدد الاكشن يديني الايه؟ اكشن ايه؟ سبيس يديني الاكشن ايه؟ سايز. خلي بالكم عدد الستيتس لا نهائيه. البول دي زاويه كام؟ واكس بتاعها ايه؟ والفلوستي بتاعت دي هنا ايه؟ والفلوستي بتاعت دي كتير جدا. عدد لا نهائي. عندي اربعه بارامتر بس اللي بيقيس بيهم الستيت، اللي بيقيس بيهم الستيت. الفاريبلز بس عدد الستيت قد ايه؟ عشان كده ينفع احطهم في تيبل بقى كيو تيبل؟ فلازم احطهم في ايه؟ نيورال نت. عشان كده ما تبقاش منتشره اكتر او موجوده اكتر من الجيمز، لان الجيمز ممكن يبقى فيها عدد لا نهائي. يعني لا ممكن بيستخدموها في حاجات ثانيه. طب انا يعني بيستخدموها في تكست، بيستخدموها في الصور، هتشوف فيها بقى. طيب هنا من ضمن اللايب الاي بي اي ريسيت دي يخليه ريسيت الايجنت ويوقفه في اي حته راندوم، اي ستيت راندوم، فليله مايله ليله عامله كده في اي مكان خلاص. لما باجي اقول لها ستيب بديها اكشن وانا كنت عند ستيت معينه يرجع لي ايه؟ نيكست ايه؟ ستيت الريورد اللي انت هتاخده ضن ولا لا، شويه انفورميشن. انا اللي بهتم بيهم مين؟ دول. يبقى انا بدولت انا اقدر احرك الايجنت جوه الانفايرمنت يا ولاد، ادي له اكشن، انا عارف الكارنت ستيت، ادي له اكشن هيقوم قايل لي ايه هي النكست ستيت. النكست ستيت دي معناها الايه؟ الاربعه فاريبل بتوعها صح كده؟ والريورد اللي هي واحد كل مره بيديني ايه؟ واحد. وضن اللي يقول لي خلصت ولا خلاص، خلصت دي وقعت او كسبت، الله اعلم. ضن دي وقعت خلاص، او انت عديت ال 100 وحاجه مثلا. الاكشن دن يعني خلص الجيم خلص. دن الاكشن كان بي ايزر 0 او ايه 1 اللي هي ليفت او ايه رايت. نيكست ستيت ريزلت فروم ابلاي الاكشن على مين؟ على الكرنت ستيت. الريورد ديو تو الايجنت ايه؟ اكشن اللي هو لسه واقف ولا وقع، لو وقع هياخد 0 طبعا. الدن از بوليان فاريبل بتقول لنا الجيم خلص ولا لسه ماشي. طيب النيورال نتورك بتاعتنا هنعمل ايه؟ ايه الفاريبل بتاعتنا اللي هتخش يا ولاد؟ الستيت. عندي كام فاريبل في الستيت؟ الاكس والفلوستي بتاعت الاكس والسيجما والانجل والايه والفلوستي بتاعت الايه الانجل. هدخلهم دول لمين؟ للنيورال ايه؟ نتورك بتاعتنا.
واعمل بقى ايه؟ شويه هيدر لا نهائي عدد فاينايت ستيت هنا هيدر لاير 24 24 مثلا او 48 وهنا الاكشن يا اما ار يا اما ال دولت زي الريجريشن خلي بالكوا احنا النيورال نتورك اقدر اشغلها تقول لي هنا دي زيرو والباقي واحد لا هنا بيطلع لي فاليو ريجريشن زي بتاعت البريدكشن بتاع برايس فهنا هتطلع لي الفاليو اللي هي الكيو فاليو بتاع الار والكيو فاليو بتاع مين؟ الليفت يبقى انا بعلم النيورال نتورك تاخد ستيت وتقول لي الاكشن بتاعتي الريورد في حاله الليفت ايه والريورد في حاله مين؟ يبقى انا اقدر اخد المكسب بسهوله ولا لا من نيورال نتورك بعد كده؟ هلاقي الرايت اعلى من الكيو فاليو بتاعتها اعلى من الليفت يبقى انا همشي فين؟ رايت لو لقيت الليفت اعلى من الرايت هاخد الايه؟ الليفت يبقى الكيو فاليو بتساعدني ان انا اختار الايه؟ الاكشن بس انا علمت ان النتورك تديني الكيو فاليو ليه تديني الكيو فاليو؟ لان الكيو فاليو هي بتتعلم بخليها تبص على الكرنت ريورد والايه؟ والفيوتشر ريورد وده هنشوفه واحنا بنعمل الايه؟ النيورال ستيت دي بترجع لنا من الانفايرمنت كل ما ادري الانفايرمنت حاجه يديني الستيت بتاعته خلاص؟ طيب اللوس فانكشن بتاعتنا بتاع النيورال نتورك دي عباره عن ايه؟ عباره عن التارجت زائد البريدكشن، البريدكشن اللي هو بيطلع لي كيو فاليو خلاص صح؟ طب انا الكيو فاليو دي عايز اخرجها بايه؟ بالمعادله بتاعت بيلمان ايه؟ بيلمان ايكويشن ان انا لما انت كنت عند الستيت دي احسب لي الماكسيموم بتاع الكيو فاليو بتاع من النكست ستيت لكل اللي حواليها مضروبه في الجاما زائد الريورد الحالي اللي انت هتاخده لما تحركت فين؟ ده هاخده منين؟ يبقى انا هحرك الايجنت الاول لما اتحرك الايجنت حصل له ايه؟ من ستيت لاكشن من ستيت استخدمت اكشن وراح لنكست ستيت وخد ريورد اعمل بيهم ايه دولت؟ احسب بيهم مين؟ التارجت واقوم مدخل الستيت نفس الستيت دي دخلها لمين؟ للنتورك هتطلع لي مين يا ولاد؟ بريدكشن صح؟ اطرح البريدكشن كيو فاليو دي ناقص الكيو فاليو بتاعت الستيت الحاليه دي هيطلع لي الايرور اللي هي كانت المفروض النتورك تطلعه لي ابتدي ابديتها كتير بعد من نيورال نتورك ودي اللي انا حاسبها دي اللي انا ايه؟ حاسبها اللي انا حاسبها عن طريق الاكشن الحقيقيه اللي حصلت اما اقارنهم ببعض يبقى انا ده لسه ما وصلش للكيو فاليو بتاعتي بس خلي بالكم انا بقارنه بمين؟ بالبيلمان ايكويشن اللي هي بتقول مش بس بتبص على الريورد الحالي على الريورد الحالي زائد الفيوتشر ايه؟ يبقى انا بعلم النتورك بتاعتي ان هي تطلع لي الكيو فاليو اللي بتعتبر على حسب الجام الريورد القريبه ولا الريورد الايه؟ البعيده وصلت؟ الالجوريزم اللي بيعملها ببساطه هو بيبتدي الانفايرمنت ريسيت ستيت يعني يبتدي في اي مكان خد الجيم هل الجيم خلص ولا لا لو الجيم ما خلصش يعمل ايه؟ اختار اكشن جيت نيكست مين؟ اكشن وهنعرف جيت نيكست اكشن ده تمشي بيها ازاي انفايرمنت ستيب يديله الاكشن وياخد منه الايه؟ جيت نيكست ستيت والريورد وضن ولا لا بعد كده يريمبر بقى هنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزينه يتحرك شويه حركات في الايه في الانفايرمنت راندوملي وبعد ما يتحرك راندوملي اعرف الاكشن والريورد واحطهم في ميموري اعمل ميموري كده من 2000 ايه ريكورد او 3000 ريكورد واحطهم بس يبقوا ازيد من 32 او 16 او 2 ايه انا عايز اعمل تريننج للنتورك بتاعتي باتش صح؟ ما ينفعش ادخل النيورال نتورك واحد عايز اعلمها مجموعه ايه؟ مجموعه اعملها ازاي؟ فابتدي هنا فانكشن بتميمورايز ايه بتميمورايز ايه؟ بتقول لي لما انت كنت في الكرنت ستيت ده وخدت الاكشن ده خدت الريورد ده ورحت للنكست ستيت دي وكان ضن ولا مش هقعد الف في دي يا اولاد ايه طالما الجيم مش ايه؟ ما خلصش يبقى هو عمال يتحرك جوه الايه؟ يلعب بالبتاع دي واديتني كل الايه؟ الريكورد، الريكورد دي 10 20 30 مفيش مشكله انا شغال عليها خلاص؟ بعد ما عملت دي بروح اعمل بلاي ببرنت السكور بتاعي اشوف انا فضلت ستاي قد ايه؟ كنت ستاي دي مش ستاي كتير يعني او ستاي ايه؟ قريب ايه؟ لا يا انت شكلكم مش مسامحين في المحاضرة مش قلت لي بصراحة بتلاقي في وشي تقول لي لا والله بتاع اي حاجه ما بتجاملش خالص ايه؟
ركز بس اللي حصل هنا ايه؟ هيعمل هنا يا بيميورايز انا عمال احط ايه؟ اكشن. وصلت العدد 32 ولا ما وصلتش؟ لسه انا مش ايه؟ مش عارف. هنا لما هلاقي عديت ال 32 الميموري بتاعتي ابتدت تكبر، كل ما ابتدي تكبر ابتدي اختار منها باتش منهم 32 32 او 16 16 وابتدي اعمل بيهم تريننج لمين؟ للنيورال نتورك بتاعتي. النيورال نتورك بتاعتنا خلي بالك كل ده في 1 ايه؟ واحد بس، يبقى هنا حلقه واحده بس، كل اللفه دي كلها كانت حلقه واحده بس. البلاي ريبلاي فانكشن دي ريبلاي فانكشن دي كلها اللي هي البوكس اللي احنا شايفينه ده، ان انا اطلع من الميموري باتش ايه؟ سامبل راندوملي راندوملي، واقوم مدخله على الايه؟ نيورال نتورك. طالما السامبلز بتاعتي مش دم اقول له اعمل لي بريدكشن لمين؟ للكيو فاليو. وبعد كده اقول له اعمل لي بريدكشن لما هروح للنكست اكشن للكيو فاليو، يعني كل ده انا ما كنتش عارفه. واجيب الكيو فاليو هنا واحسب الجاما بتاعتنا واطرحهم من بعض واعمل تريننج، اعمل فيت للداتا بتاعتي. خلاص؟ بعد ما اعمل دي كده اللفه ديت ابتدي ارجع مين؟ اعمل ايه؟ سويت تاني وابتدي الف في لفه جديده ازود الايه؟ السامبل. خلي بالكم ميموري لما بتزيد عامله زي الستاك. لما بتزيد عن ال 2000 يزق القدام ويدخل الايه؟ الجداد. ليه بقى؟ لان انا بعد فتره النتورك بتحتاج اتعلم، والاكشن دي خلي بالكم الاكشن دي الاول كنت بادئ الاكشن راندوملي 100% راندوملي، بعد كده ابتدي ايه؟ تقل الراندومنس وابتدي اعتمد على النتورك. يعني الاكشن دي في معظم الوقت كانت الاول راندوملي، هنعملها ازاي دي؟ قال لك نعمل ايه؟ لو احنا جبنا عملنا جنريتد راندوم نمبر 100 رقم اهو مثلا، فبيطلع لي الراندوم نمبر بالشكل ده يا ولاد، المين بتاعه عند نص والستاندرد ديفيشن يمين وايه وشمال. لو احنا لو احنا قلت له اختار لي الاكشن بتاعتك من الراندومنس يحصل ايه؟ يبقى انا كل ما بحرك ده كده يا ولاد يبقى الراندومنس بيقل صح؟ يبقى انا لو الاكسبلوريشن ريت بتاعي كل مره بقلله 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 لغايه ما اوصل لمين؟ لزيرو. يبقى كل ما بيقل يبقى الراندومنس بتاعي بايه؟ بيقل. يبقى الاكشن بتاعتي هتتاخد من الراندوم ولا هتتاخد من الـ من النتورك؟ من الايه؟ يبقى من وصلت تحت تقريبا كلها بتتاخد من الايه؟ من النتورك بتاعي. خلاص؟ ده شكل الليرننج كيرف بص عامل ازاي؟ ابتدت تتعلم بعد 500 ابتدت تطلع اهي. ابتدى هنا الايه؟ المين بتاع السوليوشن بتاعنا الجول بتاعنا واقف السكور عند كام؟ 250 بس اسوليتد عند ايه؟ طبعا ده الحل كده مش حلو، ده كده معناه ان انا عايز اعمل اثنين، عايز احلها بشكل احسن. ده حد البتاع دي بتعمل بيها مسابقات مش مشكله لسه. ال هنا البيست سكور ده في حد عامل بعد 85 بسويت مطلع او في عندنا عند ال 100 مطلعين ايه؟ السوليوشن 195 قدر يوقفها 195 ايه مره والفارينس بتاعتك 1.7 يعني تعليم فري ستيبل. يعني النتورك بتاعتك هتدي لي الستيت بتاعتش الاكشن فيري ستيبل كل مره بيعدي ال 195 وبلس اور ماينس كام؟ واحد وكام؟ 1.7. طبعا ممكن نبقى نخش على 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 الايفالويشن دي، دي مسابقه يا اولاد اللي فيكم يقدر يعمل النتورك ويعدي الارقام دي يعملها في عدد حلقات اقل لاكيورسي اعلى هيكسب الايه؟ هيكسب الريورد دي ويكسب المسابقه زي كاجوال كده ايه بالظبط. في واحد مثلا قال لك ايه انا شايف ان الانجل والفلوستي انجل هي اهم من الاكس والايه؟ فلوستي. لما دخلهم طلعت نتائج احسن. ففي ناس بتلعب في الايه؟ في البارامترز بتاعتك عشان ايه؟ تتعلم فيها. وزي احنا شايفين دي يمكن ايه؟ دي واحده من الجيمز بردك ابتدوا ايه؟ يدخلوا لينا الايه؟ شايفين؟ هو اللي بيلعب شايفين بيلعب ازاي؟ دي بعض الحاجات التانية ان هو بقى مش بس كده ابتدوا يدخل كونفوليوشن نيورال نتورك ياخد السكرين شوت من الجيم ويدخلها لي زائد الميموري، يعني يدخل الاثنين مع بعض زي ما بنعمل كده، يدخل دي كونفوليوشن نتورك ويطلع منها اربعه ايه؟ اربعه بارامتر زائد الاربعه بارامتر اللي انا بطلعهم الستيت ويل اكشن والريورد، وبناء على دولت يبتدي ياخد الاكشن بتاعته ويدخلها نيورال نتورك. فمش بقى بياخدوها عاديه، لا ابتدوا يدخلوا معاها الايه؟ صور وكونفوليوشن نيورال ايه؟ نيرف ده احنا شايفين دي واحده من الجيمز شايفين اتعلم بعد 6 مليون مره بعد هنا 6 مليون بعد ايه؟ 6 مليون زي ما شايفين اه 6 مليون طيب بس شايفين عامل ازاي بقى؟ والاوسيليشن بتاع السوليوشن عامل ازاي سكور بس بتطلع نتائج مبهر زي ما احنا ايه؟ شايفين. طيب الكود بتاعنا هنا انا برضه كاتب لكم الكود بتاع اللي هي الكارت ايه؟
ستارت بول زي ما احنا شايفين. تعال نشوف اللي هي الابسويد بتاعتنا. انا هبتدي الف كام لفه يا عم؟ عدد الايه الابسويد بتاعتي، هعمل اللفه بتاعتي. الاول اقول له ريسيت الانفايرمنت، اديني اي ايه ستيت راندوملي، وبعد كده من الستيت طبعا انا بريشيب شكل الستيت بس عشان تبقى تخش نيورال نتورك. دن ولا لا؟ هي فولس. بعدين وايل نوت دن، يعني بتتحرك في الجيم طالما ايه الانفايرمنت ما اداليش دن. هنا برندر عشان يرسم لي كمان، بيساعدني ان انا اقدر ارسم شكلها عامل ازاي. الاكشن يبتدي اديله الستيت خلاص، واقول له اديني الايه الاكشن خلاص. الاكشن بتاعت الايجنت ده انا عامل كلاس اسمه ايجنت. الاكشن بتاعته بتعمل ايه؟ هنشوفها دلوقتي. تبتدي الاول راندوم، بعد كده في الاخر تحصل ايه؟ الاكسبلوريشن ريت بتاعي. يبقى انا عندي فاريبل اسمه اكسبلوريشن ريت بادئ من واحد كله راندوملي، لغايه ما ينزل عند زيرو يبقى كله بقى ايه من النتورك. بعد كده الاكشن ده هاخده اديه لمين؟ للنكست ستيب. فلما اديه نكست ستيب للانفايرمنت الاكشن يديني بقى مين؟ نكست ستيت الريورد، وضن ولا مش ايه؟ مش ضن. يبقى انا عندي اربع معلومات. ايه هم الاربع معلومات يا اولاد؟ الستيت، الاكشن، الريورد، والنكست ستيت. اعمل لهم ايه؟ ميموري، استورهم عندي. ماشي؟ بعد كده اعمل ايه؟ النكست ستيت، اخد الكرنت ستيت تبقى هي الايه؟ النكست ستيت، وابتدي الف الايه؟ اللف، واخد السكور بتاعي. ليه بجمع السكور؟ بعد اللفه دي هو فضل يجمع كام واحد؟ كام واحد؟ محافظ على دي كده؟ 15 20 30 100 100. يبقى انا ايه؟ السكور بيحدد لي الجيم فضل قدر محافظ على البول اكتر وقت ايه؟ ممكن عن طريق الريورد اللي هو ايه؟ طيب عندي كذا واحده. بعد ما خلصت اللفه بتاعت الجيم جوه الابسايد دي بخليه يعمل ايه؟ ريبلاي. ريبلاي لازمتها يا اولاد تجيب باتش سامبل وتعمل تريننج للنتورك. طيب تعال نشوف الاكشن الاولاني. ادي ايجنت اكشن. الايجنت اكشن بتعمل ايه؟ بتطلع الراندوم نمبر. طالما الراندوم نمبر ده اقل من الاكسبلوريشن ايه؟ ريت، يبقى طلع ده راندوم. فاكرين اللي هو اللاين اللي انا كنت عامله؟ اللاين اللي احنا كنا عاملينه ده اهو بادئ فين؟ الاكسبلوريشن بادئ عند واحد، فتقريبا كل الارقام الراندوم هتبقى تحتيه. يبقى في اول البرنامج كل دايما اي راندوم هيبقى تحت الايه؟ الاكسبلوريشن ليت، يبقى دايما هطلع راندوم صح؟ كل ما بيزيد بقلل بقلل مين؟ الاكسبلوريشن ريت. يبقى انا بتحرك لما لو ما عداش ما طلعش ده راندوم، يبقى هيعمل ايه؟ هيقول لي البرين دوت بريدكت، يبقى بيطلع البتاع بناء على بريدكشن مش بناء على ايه؟ على راندوم. ويرجع مين؟ البريدكشن والارج ايه؟ الريت ده الاكسبلوريشن ريت كل مره بيحصل له ايه يا اولاد؟ بيقل. ليه بيقل؟ عشان بقلل الراندومنس وبخلي البريدكشن هو الايه؟ الاكتر. طب الريبلاي بتعمل ايه؟ الريبلاي اهي بتعمل ايه يا اولاد؟ بتاخد الباتش. طالما الباتشات اكتر من 32 تحسب التارجت اللي هي الريورد زائد الايه؟ الجاما في النكست بتاع الايه؟ بيبريدكت خلي بالكوا الفيوتشر باستخدام النتورك، يعني بيستخدم النتورك كله بريدكت لي الايه؟ النكست ايه؟ اكشن. بعد ما بيعمل دي يجيب التارجت اف البريدكشن بتاع مين؟ الحالي، ويجي في الحالي يقوم مديله الايه؟ الستيت، يفت النتورك بيه الستيت الحاليه والتارجت ايه؟ كيو فاليو اللي المفروض يروح لها. يبقى انا كده علمت النتورك، ادي الستيت دي وادي الكيو فاليو ايه؟ بتاعتها. اعمل تريننج بقى بيه. عملت كام فاليو كام فاليو؟ 32 ايه؟ 32. يبقى احنا عملنا ايه؟ ابديت. وهنا بعد ما بيعمل تريننج يحصل ايه؟ يقلل الاكسبلوريشن ريت. يبقى انت ما بتقللش الاكسبلوريشن ريت وانت بترن، لا وانت بتعمل ترين. يبقى مع كل مره عملت ترين كل مره حسنت الايجنت علمته قلل الراندومنس في الاختيار الاكشن، وخلي الراندوم تبقى اعتمادا على مين؟ ها؟ على الايجنت نفسه، على النتورك نفسه. وصلت يا اولاد؟ الله الايرور اللي بيزيد لا انت هتزودي الايجنت بس، يعني بص انا هرن لكم البتاع دي اهي هتزودوا، انا بس عاملها 100 بس عشان ايه نقدر نشوفها. هتزودي بس الايتريشن، هتزيد بس البتاع بعد فتره طويله بس اطول شويه، ممكن الجيمز تاخد وقت مننا اهي اطول شويه. مفيش مشكله، بس هتطلع لنا ايه نتائج زي ما احنا شايفين النتورك نفسها بقت تريند وهي اوتوماتيك تقدر تطلع لنا
بنفس دي بقى هريبلاي اي سامبل تديله الموديل تديله الستيت دي يقول لك تروح لاني اكشن. هو يقول لك يعني هديله الستيت بناء على ايه دي. شايفين طبعا هنا عمالين ايه في حاجتين هو شايفين هنا بيقع ازاي شايفه بيقع اهي هنا اللي ايه شايفين السكور عند الابسود واحد هنا كان كام 53 52 بس شايفين بس بيزيد لا بيزيد اهو شايفين بيزيد الاكسبلوريشن ريت هنا ايه خلي بالك انا كنت مخزن فالاكسبلوريشن ريت هنا بيعتمد على النتورك بيعتمد على مين على النتورك ليه لان انا خلي بالكم بصوا هنا متعلم شويه يعني هنا حالته ايه احسن شويه ابتدى ايه يقع ابتدى هنا شايفين شايفين الارقام سكور قد ايه قدرت تحافظ عليه طبعا كل ما هزود الايتريشن بصوا ابتدى يروح الايه هو عمال ايه طب يمكن لما اروح شمال قوي احافظ عليه لما اروح يمين بص ابتدى ايه شايفين شايفين ابتدى يحافظ عليها ازاي ابتدى السكور حتى بقى 200 كام 93 بقى في توازن اهو او 500 وبعد كده باظت منه شويه ما هو بيكسبلور خلي بالكوا لسه في بعض الحاجات لسه بت ايه على حسب الستيت ما عداش عليها انا في التريننج ما اديتوش وقته المناسب ممكن كل الكلام ده حاجات انا اقدر ايه العب ايه العب عليها شايفين ابتدى خلاص دلوقتي ايه استابلايز الايه استابلايز دي انا عامل كيلوفات 100 لانه بص ابتدى الحاجات فين في ال 500 يعني قدر يحافظ على البول جوه فوق الكارت بتاعتي اكتر من ايه اكتر من 100 ايه من 100 مره وصلت اللهم بلغت اللهم ايه اللهم فاشهد في الاخر مش عاجبكم هتمتحنا في المحاضره دي كمان حاضر البرزنتيشن بتاعك في مساله في مساله بتجي لكم دايما انا خلاص خلاص